من هو صالح أجروت؟ صالح أجروت هو كوميدي ممثل ومقدم تلفزيوني إذاعي وكاتب سيناريو جزائري. ولد في 22 من مارس سنة 1961 في مدينة بريف بفرنسا، متزوج من المخرجة الجزائرية فاطمة بالحاج التي أنجب منها ابنته نسيبة. قام بتقديم حصة إذاعية بعنوان معنا للحياة معنا عبر قناة القرآن الكريم، وأيضا برنامج مسابقات كوميديا الفن على التلفزيون الجزائري. والده الرياضي كان من هواة المسرح منذ صغره، عرف المشاهدين الجزائريين من خلال الأغنية الكوميدية جلمة نضت عمر جلمة. من أجل الاحتراف انضم إلى فرقة مسرحية في البليدة، عندها اكتشف من أحد المخرجين والذي عرض عليه أول دور في فيلم بعنوان كرنفال في دشرة، بعدها ظهر في ظواهر وسلوكات ثم سكتشات تلفزيونية، حيث ظهر أيضا في فيلم الصامدون بسنة 1996 ثم فيلم بعنوان مال وطني، حيث مثل دور حسيسا في سنة 2007. وهذه أمامنا كافة أعماله منذ سنة 2003 وحتى 2017، خاتما إياها بالسلطان عاشور العاشر رقم 2.